اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. حاسس انك فرحان انك مفرح الاهلاويه، ان الاهلي يعني بسم الله ما شاء الله بيلاقي الانديه العالميه والاوروبيه، وبقى في جسر تواصل اكيد هنتكلم بعد شويه عنه مع فرق كتير بحكم طبعا منصبك في لجنه اللاعبين في الفيفا. يعني مهم قوي قوي لجنه الانديه، مهم قوي يا استاذ خالد ان يبقى في تواصل بيننا وبين الاوروبيين وبين الانديه العالميه عشان نعرف دايما الجديد ويبقى في تقارب حتى في المستوى. فانت اكيد سعيد طبعا في المقام الاول ان الاهلي ان شاء الله هيقابل بكره اسبانيا. ما فيش شك ان دي حاجه كويسه مش بس النادي الاهلي المصري، انت النهارده النادي الاهلي الحمد لله بيبقى ربنا بيجعله سبب ان مصر بتبقى موجوده في المحافل الدوليه. النهارده لما النادي الاهلي يطلب ان هو يروح يجي يلعب في اوروبا ويلعب انديه على مستوى عالي، ما فيش شك ان ده اضافه كبيره قوي للرياضه المصريه في زمن احنا محتاجين فيه، ان احنا من خلال التعايش مع الناس ومن خلال علاقاتنا بالناس ان احنا ازاي نفكر ننهض بالكره المصريه وننهض بالرياضه المصريه ككل. لان زي ما انت شايف الرياضه المصريه النهارده يعني بتحكم بقانون عقيم مريض بقاله اكتر من 35 سنه، وللاسف الناس القائمين على الرياضه المصريه لسه برضو متمسكين بهذه القوانين ومتمسكين بالام ده. فانا كان نفسي ان هم يجوا يتفرجوا بيجوا يشوفوا مثلا رئيس نادي برشلونه ساندرو روسيلا لما قابلنا، وقعدنا ازاي نتكلم على تفعيل دور الجامعات العموميه وازاي نتكلم على الرياضه عامه وازاي عدم التدخل الحكومي. احنا النهارده شغالين الحقيقه في مصر باسلوب او بطريقه ما فيهاش اي نوع من الرؤيه المستقبليه، واتمنى يعني ان مع وجود رئيس جديد ان شاء الله سواء اسلامي او ليبرالي او ايا كان لابد ان هو ينظر للرياضه المصريه بنظره اشمل ونظره اعمق. ولزي ما انا دايما بقول لابد ان احنا نتعلم من الناس، لابد ان احنا نبدا من حيث انتهى الاخرين. احنا مش عايزين نخترع الذره، احنا عايزين نشوف الناس بره بتعمل ايه عشان نقدر نبقى زيها في يوم من الايام. لان احنا للاسف الانديه العربيه حتى سبقتنا سواء في الخليج او سبقتنا كل ده بالتجارب الاجنبيه اللي هم بيطبقوها عندهم في بلادهم. يعني لازم نقتنع ان بقت صناعه، يعني عندنا تحديدا قطر والامارات، احنا يمكن كنا قريب بنلعب ببايرن ميونخ، الاهلي بيلعب بايرن ميونخ في قطر، ويمكن قطر كل الموضوع بالنسبه لها تنظيما فقط لا غير. مفيش شك زي ما قلت هم الناس عرفت تفكر، عرفت ازاي تستفيد بالناس بالتجارب الدوليه، عرفت ازاي تجيب تستقطب الناس خبره وهم اللي بيحطوهم على الطريق الصح. احنا للاسف في مصر اللي بيحكم الرياضه المصريه كل واحد فاهم ان هو خبير، الناس كلها مستشارين قانونيين بقى لهم 30 سنه في هذا المبنى وفاهمين ان هم هيطوروا الرياضه. مش ممكن الرياضه عشان تطور لازم نشوف الناس عملت ايه ونبتدي احنا ناخد تجاربهم دي ونبتدي نطبقها عشان نقدر نوصل للمردود اللي احنا كلنا نامل فيه، ان مصر ترجع تاني رياضيا على المحفل الدولي او على المستوى الدولي زي ما النهارده قطر النهارده وصلت والامارات. يعني الحقيقه محتاجين ان احنا نشوف حاجه زي دي في المستقبل القريب. مهم جدا جدا، لان طبعا كانت الناس يعني اثرت ان الاهلي بيدافع على بند الثمان سنين وان اعضاء مجلس الاداره يفضلوا متواجدين، وطبعا بمنتهى الاحترام كان مؤتمر صحفي كبير جدا طبعا اذيع في كل شاشات يمكن مش المصريه بس العربيه، ومجلس الاداره اثبت للناس كلها ان الموضوع مش موضوع مجلس اداره، اللي هيجي ابناء الاهلي كتير وموجودين مفيش مشكله، موضوع ان الرياضه لازم تتغير، مصر لازم تتغير رياضيا يمكن لصالح مصر في المقام الاول. مفيش شك احنا عمرنا ما كنا احنا تربينا جوه النادي الاهلي، ده بيتنا هو النادي الاهلي سواء جوه مجلس اداره او بره مجلس اداره، ده المكان ده انا شخصيا لو اتكلمت على نفسي انا يعني اما فتحت عينيا لقيت ابويا رئيس النادي الاهلي وتربيت جوه النادي، وانا يعني في مجلس اداره من قريب يعني بقالي 7 سنين مثلا او داخل على 8 سنين اهو، يعني ما بقاليش مثلا مده كبيره، لكن انا بقول انا تربيت جوه هذا النادي وعايز اشوف مش النادي بس، انا عايز اشوف مصر كلها رياضيا يعني فيها نهضة وفيها ثورة رياضية، عشان فعلا ما ينفعش مصر تبقى في هذا المكان الضيق والفكر والأفق الضيق في وسط العالم كله. يعني الموضوع لازم ناس تشوف الناس وصلت لإيه والناس اللي سبقتنا دي وصلت إزاي ونقدر إن احنا نطبق زيهم إن شاء الله عشان نقدر نوصل للي احنا نأمل مصر تبقى في هذا الوضع. طبعا حضرتك عشان كده هتكلم في شقين، الشق الاولاني الخاص بلجنه الانديه، لكن عايز اتكلم على الزياره بتاعت روسيل رئيس برشلونه مع حضرتك والكابتن حسن حمدي، يعني الملخص بتاعها كان ايه؟ هو شوف ساندرو روسيل طبعا هو زميل في لجنه الانديه وراجل من الناس اللي انا بحبها جدا، لان انا طبعا انا شخصيا كرجل اهلاوي يعني النادي اللي بشجعه في اوروبا هو برشلونه، فالحقيقه عندي علاقه زعل الاهلاويه اللي بيشجعوا ريال مدريد. لا معلش
فانا الحقيقه ما قلت لما احنا انا كنت عارف ان احنا جايين يعني كابتن حسن قال لي ان احنا هنطلع اسبانيول فكلمته وقلت له يعني احنا رايحين وما ينفعش نبقى موجودين في 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 برشلونه وما قال لي ده انا عندي اجتماعات لكن انا هاجل اجتماع مخصوص عشان اجي اقابلكم واتعرف على كابتن حسن. والحقيقه كانت قعده جميله جدا واتكلمنا في كل حاجه واتكلمنا في الرياضه في اسبانيا واتكلمنا في تفعيل دور جامعات عموميه وحتى يعني زي ما احنا دايما بنقول فبقول له يعني ساندرو انتوا هل انتوا عندكم اي تدخل حكومه في عندكم في اي انتخابات او في اي قال لك لا احنا هيئه وعندنا بتحكمنا الجمعيه العموميه هي الاساس وان احنا الجمعيه العموميه احنا لينا نظام اساسي لوضع الجمعيه العموميه احنا عندنا دورتين برضو بس الدوره 6 سنين مش 4 سنين واحنا مختلفين عن ريال مدريد واحنا عندنا عدد مجلس اداره من 17 ل 24 احنا حاليا 19 والحقيقه اتكلمنا على 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 برشلونه واتكلمنا على جوارديولا اللي هيمشي الحقيقه عايز يعمل ايه حضرتك في مصر مستنيه حاجتين جوارديولا هيمشي مستر مانو المكمل ولا يعني ما ينفعش ما اسالكش بس يعني لا خلينا نبعد عن الموضوع ما خلينا نتكلم على على برشلونه طبعا ويمكن خدنا وزورنا المتحف بتاعهم وشفنا يعني قد ايه في مش معقول يعني عايز اقول لك ان المتحف الرياضي بتاعهم ده اللي هو موجود في الاستاد السنة اللي فاتت حضروا أو يعني عدد الزوار بتوعه كان 1,400,000 يعني حضروا هذا المكان يعني ما فيش شك إن دي برضو ناس فكرها عالي بتفكر يعني هو حتى امبارح كان عنده اجتماع بيقول لي أنا عندنا اجتماع مع مجلس الإدارة عشان بنخطط لعشر سنين قدام بنخطط برشلونة هيبقى إيه في العشر سنين الجايين بالظبط لصالح المكان لصالح المكان فالحقيقة طبعا ما فيش شك لسه نفسي كنت أتمنى إن في يبقى ناس قاعدة معانا بتسمع الناس دي بتتكلم إزاي وبتسمع الناس إزاي الجمعية العمومية بتاعتهم دي بيقول لك يعني عندهم يوم في السنة لازم يقابلوا جمعية عمومية بيقول لهم بيقعد حوالي 8 سنين 8 ساعات بيجي الأعضاء الجمعية العمومية يجي يقعد يتكلموا معاه ويتحاوروا معاه ويبقى في نوع من الانتر اكشن ويقول لك يجوا يعيطوا يقولوا له احنا اوعى في يوم من الايام تفكر انك انت تبيع هذا النادي لان النادي ده هو الكيان بتاعنا وهو ده فهو هم هيئه زينا زيهم بالظبط جمعيه عموميه زي يعني زيهم زي النادي الاهلي بالظبط وزي نادي الزمالك والانديه الشعبيه.